هو سم يبث بين الشباب العربي عموماً والعراقي خصوصاً، ويعود بالمليارات على إيران، وقد تحول إلى تجارة عالمية بنقل المصانع والوسطاء. وحدة الاستقصاء في أخبار الآن بمحاذاة المعبر الأخطر الذي يدخل عبره 90% من المخدرات إلى العراق، وما سيعرض من معلومات هنا مستقى من أكثر من نحو 20 مصدراً بين حكومي وشهود عيان وتجار مخدرات ومتعاطين. هنا بعيداً في الخريطة توجد كولومبيا، وإذا ذكرت أمامك اليوم فحتماً ستعرفها لكثرة مشاكلها: عصابات، تجار مخدرات ومشاكل معقدة، وعصابة عرفها العالم كله بأنها عصابة ناركوس التي ألهمت صناع السينما حول العالم وكذلك المجرمين أيضاً. فتلك العصابة كان يقودها بابلو إسكوبار، الرجل الذي لاحقته دول وطالبت برأسه دول أخرى كثيرة. وصلت تجارة هذا الرجل إلى ما بعد البحار والمحيطات، وقد اجتاز حدود أمريكا وكأنه يتجول في حديقة منزله. انتهت حكاية إسكوبار بعيدا من كولومبيا، وقريبا في منطقتنا العربية تظهر عصابة ناركوس جديدة، تحديدا من طهران التي تبث السم في البلاد العربية، وإحدى تلك الدول هي العراق الغني طبعا بالثروات. مليارات تصل إلى خزائن إيران، والنتيجة تترجم في حال الشباب العربي. اليوم نروي لكم قصة عصابة ناركوس المنطقة العربية، ونكشف لكم الرؤوس الكبيرة وطرق التهريب أيضا لهذه التجارة وعمليات الإرهاب الصامت، لنروي معكم بذلك قصة العراق المخطوف. كيلو الكبتاجون من مادة المخدرة هذه يباع في المناطق الوسط والجنوب العراقي بما يعادل 1500 إلى 30,000 دولار. أحد تجار المخدرات سألناه عن هذا السبب، وكان إيراني هنا في الإقليم تم القبض عليه، قال: هذه المناطق نحن مسيطرين عليها عقائديا ومذهبيا، لا نريد ترويج المخدرات فيها بشكل كبير، بينما في المناطق الغربية الأنبار صلاح الدين موصل وحتى الشمال يبيعون الكيلو ما يعادل 3,000 دولار. عندما سئل قال: هذه المناطق حتى نخضعها تحت سيطرتنا نعطي حباية رحلة الموت بسعر بسيط جدا للمتعاطي، مجرد أن يدمن على العملية سيكون بحاجتنا وخاضع لسيطرتنا. الأرجنتين سبب رئيسي لوصول المخدرات إلى العراق، تلك ليست نكتة تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى تعبيراً مجازياً عن تهريب المخدرات إلى العراق، بل تصريح رسمي خرج من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وذلك عندما سئل عن مصدر المخدرات التي تصل إلى بلاده، فقال إنها تقطع آلاف الكيلومترات قبل أن تصل، وذلك رغم تصريح رسمي آخر لقائد عمليات البصرة رشيد فليح الذي سبق تصريح عبد المهدي، وأكد فيه أن 80% من المخدرات تصل إلى البصرة قادمة من إيران. فليح ليس الوحيد الذي يعرف مصدر المخدرات، بل كل سياسي العراق بمن فيهم عادل عبد المهدي، لكنه بذلك التصريح حاول أن يبرئ طهران من فعلتها، ولم يعلم أن العالم كله بات يعرف ماذا يحدث في بغداد. وهكذا تغير اسم إيران بعد تصريحه ليصبح الأرجنتين المجاور للعراق. الآن أصبح العراق شبه أسير بيد إيران، التي هي تعين من تريده رئيس وزراء، من تريده وزير، وحتى رئيس البرلمان وأيضا رئيس الجمهورية لن يمر إلا بموافقة إيران. أيضا الوضع الاقتصادي، هي مسيطرة على الاقتصاد العراقي تماما. أخبار الآن تتبعت القضية منذ وقت طويل، وتحديدا منذ 4 أشهر، إلى أن تمكننا في النهاية من الإمساك بخيوط القضية وتفاصيلها منذ البداية.
فكيف تصل المخدرات إلى العراق وما الهدف من ذلك؟ فريق أخبار الآن الاستقصائي قصد الأماكن الحدودية التي يتم عبرها تهريب المخدرات، وفي الحقيقة الأمر لم يكن بتلك السهولة، وهذه واحدة من الصور التي تم التقاطها من قبل فريق أخبار الآن لمعبر مشروب بشكل خفي، كان ذلك الساعة 8:00 صباحا تقريبا. هذه المنطقة تقع على الحدود الشمالية للعراق، هنا طبعا قضاء بنجوان محافظة السليمانية، وهذه الأماكن هذه المناطق هي أراضي زراعية وبالتالي لا يمكن عبورها، هناك طريق وحيد فقط، ويسيطر على هذه المنطقة حزب العمال الكردستاني. خلف تلك التلال الظاهرة توجد قوات إيرانية، كما أنه ليس من الممكن عبور تلك المناطق أو هذه الطريق نظرا لخطورته ووجود قناصين. والمعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن 90% من المخدرات تدخل من هنا إلى العراق. في حديث سابق لنا مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قال أن المخدرات تستخدم لتمويل الميليشيات في العراق وأن وزارته تحاول جاهدة مواجهتها بصعوبة، والسبب يعود إلى وقوف دول وعصابات خلفها. الشمري لم يفعل كما فعل عبد المهدي، وقد أكد لنا أن المخدرات تهرب من عدة ممرات حدودية، منها ما وصفها بثغرتين عند شطب العراق المحاذي لإيران ويصل طولهما إلى أكثر من 100 كيلومتر، وهناك وفق الشمري ألقي القبض على زورق يحتوي على أطنان من المخدرات عند شط العرب وكان قادما من تلك الثغرتين. من جانب آخر ذكر ممراً عند الحدود العراقية الإيرانية شمالاً وتحديداً عند الحدود المحاذية لمحافظة السليمانية التي شاهدناها في هذه الصورة، وأوضح أن هذه النقطة هي الأكثر نشاطاً وتعمل بشكل مستمر. وكشف الشمري لنا أن المخدرات لا تقتصر على العراق بل تهرب حتى إلى دول الخليج، وأوضح أن العصابات تعمل على تهريب المخدرات إلى أوروبا مروراً بالعراق. ورغم تصريح الوزير وتداول تصريحات مشابهة كثيرة تؤكد وقوف إيران وميليشياتها وراء عمليات تهريب المخدرات، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة ترفض الإعلان بشكل رسمي عن ذلك، وفي أصعب الظروف تقول إن الأرجنتين هي من تهرب المخدرات إلى العراق. ما يؤكد ذلك محاولاتنا المتكررة للحصول على تصريح رسمي جديد يكون واقعيا، لكن يبدو أيضا ذلك مستحيلا في ظل سطوة إيران. والمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقي مقداد موسوي بدوره أيضا حاول تبرئة إيران من التهم، وهذا ما قاله: الدول المستقرة أمنيا يعني ما عندنا مشكلة في موضوع الحدود، عندنا بعض المشاكل كانت مع الحدود السورية، قسم من الحدود السورية يخضع لسيطرة الحكومة السورية والقسم الآخر يخضع لسيطرة جماعات مسلحة. هنا كان التحدي، عملت وزارة الداخلية العراقية على هذا الموضوع وقامت بإنشاء جدار كونكريتي يمتد من شمال جبل سنجار، مؤمن بالجدران الكونكريتية، مؤمن بالأسلاك الشائكة، مؤمن بالكاميرات الحرارية، هو مؤمن بنقاط مراقبة مستمرة وأبراج. لدينا مع إيران 811 كيلو متر مربع، أيضا في بعض الأماكن خصوصا في المنافذ البحرية أو باتجاه الحدود البحرية، حدودنا في شط العرب لدينا بعض المخدرات وبعض المشاكل تحصل أيضا هناك بعض التهريب، لكن الجزء الأكبر هو يأتي عن طريق الغرب من حيث الحدود السورية باتجاه بن جوين وشمال جبل سنجار. الوقائع الموجودة على الأرض لا تشير إلى تدخل حكومات أو جماعات مسلحة بموضوع المخدرات. تتبع القضية كشف لنا المزيد من التفاصيل نقلا عن مصادر عديدة. فالحدود الإيرانية العراقية تمتد على طول 1400 كيلومتر وتضم أكثر من 20 معبرا غير رسمي يضاف إليهم الحدود السورية والتي تنشط أيضا فيها عمليات تهريب المخدرات المصنعة هناك. در یک دهه گذشته با حضور نظامی سنگین جمهوری اسلامی در سوریه و بعد از اینکه اندکی این جنگ‌های داخلی در سوریه فروکش کرد
و در واقع خاک سوریه تقسیم شد بین قدرت هایی که در اونجا دخالت داشتند. جمهوری اسلامی حالا در این نزاع قدرت به سمت شرق سوریه عقب رانده شد. الان اون منطقه دیر الزور در شرق سوریه تحت تنها نقطه ایه که کاملا تحت اختیار جمهوری اسلامی است. در اونجا سپتامبر گذشته، یعنی فکر کنم حدود 3 ماه پیش، سازمانی هست به نام دیدبان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد و اعلام کرد که حداقل 7 نقطه رو در دیر الزور شناسایی کرده، ویلاها و روستاهایی هستند در اونجا که سپاه پاسداران در اونجا مواد مخدر تولید میکنه، عموما روانگردان، و بعد این روانگردان ها رو به از طریق لازقیه در به اروپا صادر میکنه یا اینکه به کشورهای عربی. این منطقه توسط سپاه محافظت میشه برای تولید مواد مخدر. باز هم پولی که از اینجا به دست میاد بخشش خرج نیروهای سپاه پاسدارانی میشه که در همونجا حضور دارن و بخشش به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه و عراق و لبنان داده میشه. في الوقت ذاته تتمتع إيران بنفوذ كبير في المحافظات الجنوبية على الحدود، ما يساعدها على إنتاج المخدرات بدعم من فصائل الحشد الشعبي. ففي العراق يوجد 70 فصيلا تحت اسم الحشد الشعبي، لكن المصادر الخاصة لنا أكدت وكشفت أن 5 من هؤلاء الفصائل يتحكمون بملف المخدرات، والسبب أن هذه الفصائل تملك اتصالا مباشرا مع الحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة بدر بقيادة هادي العامري، عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، حركتا النجباء وأنصار الله الأوفياء، وأخيرا كتائب حزب الله في العراق. وعن طرق التهريب التي لم يكشف عنها الكثير قبل ذلك التحقيق، تكشف لنا المصادر أن نقل المخدرات يتم عبر طريقين: الأول عبر منفذ الشلمجة في محافظة البصرة ثم إلى صفوان ومنها إلى الكويت، والثاني عبر منفذ الشيب الحدودي ومنها إلى المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق. ومنفذ الشلامجة تسيطر عليه منظمة بدر، في حين تملك حركة أنصار الله الأوفياء أغلبية النفوذ في منفذ الشيب. المصادر أكدت لنا وجود 3 معامل لصناعة مادة الكريستال المخدرة في البصرة، في حين كشف لنا مسؤول حكومي أن محافظة نيسان تضم 5 معامل لصناعة الكريستال أيضا. وللعلم فإن المحافظتين ذات غالبية شيعية. المصدر الحكومي ذاته أكد لنا أن عمليات توزيع المخدرات شهدت نقلة نوعية، حيث بات يتم الاعتماد على موظفين في نقلها بين المحافظات وداخل الأماكن السكنية في الجنوب، وهؤلاء يستخدمون صفاتهم الوظيفية وعلاقاتهم التي تضمن سهولة التنقل لهم. وقد تم مؤخرا ضبط موظفين ينقلون مخدرات بسيارات حكومية داكنة الزجاج، بمعنى أنها تعود إلى مسؤولين حكوميين. في البحث عن تفاصيل القضية تلك، حصلنا على معلومات من محسن زسكرة، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للحرس الثوري الإيراني، ثم كان عضواً في مجلس القيادة المؤقتة في إيران. زسكرة كشف لنا عن شبكة إيران الكبرى التي لا تقتصر فقط على العراق. سپاه یک بخش وابسته به سپاه که البته استقلال هم داره زیر نظر مرتضی رضایی، فرمانده اسبق سپاه، این امر رو به عهده داره. هم از یک طرف با افغانستان تجارت دارن، با طالبان تریاک در زاهدان تحویل میگیرن، داخل ایران تبدیلش میکنند به فراورده های مخدر و همینطور تولید کاپتاگون و سایر مواد مخدر، و از طرف دیگه از مرز عراق وارد عراق میکنند، غیر از توزیع در داخل عراق ترانزیت میکنند، از عراق رد میشه و به سوریه میره. یکی از دلایلی که اساسا در جنگ سوریه دخالت داشتن و نمیخوان سوریه را از دست بدن همین تجارت مواد مخدره و میرسه تا لب دریای مدیترانه. ضمن اینکه در خود سوریه هم تولید میکنن، تولید مواد مخدر دارن که در کشورهای عربی توزیع میکنن و از این محل جداگانه به کمک حزب الله لبنان که اون هم
وارد این تجارت است در تولید و در توزیع برآورد میشه که سالیانه عددی بین 8 تا 10 میلیارد دلار درآمد دارد. به حال از دریای مدیترانه به مقصدهای غربی ایتالیا، فرانسه و بعد هم به کشورهای دیگه توزیع میکنن، ضمن اینکه از طریق ونزوئلا مواد مخدری که تولید میکنن و پرواز مستقیم از ایران به ونزوئلا هست به امریکای لاتین و نهایتا هم به امریکای شمالی میره. العراق في السابق كان مجرد ممر لتهريب المخدرات إلى بقية الدول، لكن خطة إيران تغيرت بعد ذلك ليصبح العراق موطناً للمخدرات التي باتت تنهش في نسيج العراق الاجتماعي وشبابه من دون أي رادع. وهكذا أصبح العراق مستهلكاً كبيراً للمخدرات في آخر عقدين. ويقول مدير مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية أحمد الزرقاني إن العقد الأخير شهد تحول العراق من ممر إلى مستهلك، وقد وصل تطور التجارة في البلاد أي في العراق للحد الذي كشفت فيه القوات العراقية عن معامل للتصنيع، وتلك سابقة لم يشهدها العراق من قبل. وفي إطار البحث عن اتساع ظاهرة تجارة المخدرات والجهات التي تقف خلف ذلك الأمر، يؤكد قائد أمني فضل عدم الكشف عن اسمه لأخبار الآن أن توريد المخدرات تأتي بشكل دائم عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين البصرة والأهواز الإيرانية ومنفذ مهران الحدودي في محافظة واسط وكرمانشاه. وأضاف أيضاً إن قيادات في فصائل مسلحة هي المهتمة بالاستيراد من إيران، وأن تلك المجاميع المسلحة تستثمر وجودها الأمني والاستخباراتي في تلك المنافذ لتسهيل عمليات التهريب. تجارة المخدرات وترويجها، الخطر فيها جداً إنها بدأت تستغل الناس الحكوميين أو الوظائف، وتستغل عجلات الدولة أيضا، وكثير من الحالات تم القبض على مثلا أشخاص هم ضمن الأجهزة الأمنية. السياسي العراقي المعارض انتفاض قنبر قال لأخبار الآن إن عائدات تجارة المخدرات في العراق تذهب لتمويل برنامج إيران النووي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويضيف إن تلك الأموال أيضا تمول الميليشيات التابعة لإيران مثل حزب الله وغيره في المنطقة العربية. كانت المخدرات سابقا هي تقوم بها عصابات مخدرات، كارتيلات مخدرات للربح. الآن أصبحت هناك دول تتدخل أو تستغل المخدرات لثلاثة أسباب، وإيران تعلمت هذه الحرفة بشكل عالي. أولاً الربح العالي، مثلاً حزب الله كثير من أرباحها تأتي من المخدرات، الهيروين والأفيون اللي يتم زراعتها وتهريبها من البقاع إلى كل أنحاء العالم وخاصة أمريكا وأوروبا. فأولاً هو مصدر للمنظمات الإرهابية، مصدر يعني مهم، مليارات الدولارات. شبكة المخدرات في أمريكا الجنوبية لها علاقة كبيرة بحزب الله. من جانب آخر، أكد مصدر حقوقي عمل في المحاكم أن الجماعات المسلحة خصوصاً ذات الولاء العقائدي لإيران تحاول جاهدة فرض هيمنتها على عقول السكان في مختلف المناطق، وذلك لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، وفي الوقت ذاته لحماية مستثمريها في تجارة المخدرات. وتتخطى تلك التجارة الحدود العراقية لتحول العراق إلى مركز إقليمي لتوزيع المخدرات الإيرانية في العالم. الصحفي الإيراني مجتبى بور محسن كشف في تحقيق استقصائي عمل عليه مع أخبار الآن عن أحد زعماء عصابات المخدرات والجرائم العابرة للحدود الإيرانية، وهو ناجي شريف زندشتي الذي يقود عصابة بدعم من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات أخرى. ويدير زندشتي ما أطلق عليه نادي الأصدقاء الذي يضم كبار المسؤولين في الحرس الثوري مع أعضاء رفيعي المستوى في المجلس القومي الإيراني، بالإضافة إلى مديرين من بلديات طهران وأعضاء آخرين في البرلمان. وذلك النادي الذي يديره زندشتي يملك نفوذا واسعا للغاية داخل الحرس الثوري، والذي بدوره يتحكم بكل طرق التنقل والنقل والخدمات اللوجستية، ما يمنحه السطوة في سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.
قوة زندشتي في دائرة التجارة تلك وصلت إلى كونه المورد الرئيسي لمواد الأفيون والهيروين لكبار المسؤولين في إيران. ويكشف التحقيق أن عصاباته تقوم بتهريب 20% من المخدرات الموزعة في إيران وما يقرب من 35% من تلك التي تروج في العاصمة طهران. وفي لقاء خاص لأخبار الآن مع ميثاق عبدالله وهو رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، كشف لنا عن علاقة الحرس الثوري الإيراني بتلك التجارة وكيف يتحكم بها عبر العراق وغير العراق، وذلك من خلال زندشتي نفسه الذي تحدث عنه التحقيق والذي يعتبر ليس فقط تاجر مخدرات بل منفذ عمليات إجرامية للحرس الثوري الإيراني أيضا. زندشتي وعصابته في تركيا وهو أيضا تاجر مخدرات في داخل جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، وبواسطة أعماله الإجرامية هناك وضع تواصل بينه وبين قادة من الحرس الثوري الإيراني مما استخدموه لعملياتهم الإجرامية خارج حدود إيران الإقليمية، ومنها تم بواسطة عصابة اختطاف أحد رفيقنا حبيب سيود في من العاصمة التركية إسطنبول بعد سفره من السويد، وتم اختطافه وتسليمه إلى الحرس الثوري الإيراني من الحدود من خلال منطقة بان التركية، تم العبور به إلى جغرافيا ما تسمى إيران وتم تسليمه وحكم بالإعدام. محور الكبتاغون هو مرتبط في ليس فقط في إيران، إنما الحرس الثوري يقود محور للمخدرات في داخل المنطقة العربية في العراق وفي سوريا وفي اليمن أيضا وحتى في لبنان. فهذا محور الكبتاغون ما غير أن يبعث ويصدر هذه المخدرات لدولنا العربية لتدمير الشباب العربي، هم يرسلون عبر البريد الدبلوماسي ويرسلون المخدرات إلى خارج إلى الدول الغربية لكي أن تدر عليهم أرباح أكبر من خلال البعثة الدبلوماسية والسفراء التي متورطين بهذه العمليات الإجرامية والمتورطين بالتهريب المخدرات إلى الدول الغربية لتدمير الدول الغربية ودر الأرباح أكبر إلى محور الكبتاغون المتمثل في الحرس الثوري الإيراني أو الحزب الله اللبناني وسوريا أيضا واليمن. تجارة المخدرات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني لا تعتبر لأهداف خارجية فقط، بل هي أيضا استراتيجية سياسية واجتماعية موسعة تحدث حتى داخل إيران. فبحسب تقييمات الأمم المتحدة بذلك الخصوص، فإن الحرس الثوري الإيراني يوزع يوميا 10 أطنان من المخدرات داخل البلاد، كما أنه يركز على استهداف فئة الشباب، وذلك لمنع أي محاولة للتمرد على الحكم في المستقبل، فيتحول نشر الإدمان إلى سياسة حكومية لتدمير الشباب الإيراني أيضا. يضاف إلى ذلك أن الحرس الثوري الإيراني يرتبط بعلاقات واتصالات وثيقة مع عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية الدولية، وذلك لتسهيل عملياته حول العالم. فالتقارير تكشف عن اتصال وثيق مع منظمات تهريب المخدرات الأفغانية والتي بدورها توفر لهم في بعض الأوقات المواد الخام التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة. وفي الدول الغربية يملك الحرس الثوري الإيراني ارتباطات مع شبكات للتوزيع والتي بطبيعة الحال تدر عليهم مليارات الدولارات وتستثمر تلك الأموال فيما بعد لتمويل أنشطة إرهابية، فمن خلالها ترسل إيران مدفوعات شهرية إلى حزب الله بشقي العراقي واللبناني وإلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. ومن جانب آخر ترى إيران في بث المخدرات في الدول الغربية هدفا استراتيجيا بحجة ضرب المجتمعات الغربية خصوصا أمريكا من خلال توريط مجتمعاتها بالإدمان، كما تستخدم الجريمة الدولية كوسيلة رئيسية لكسب المال وتعتبرها موردا لا يتوقف لتطوير مشروعها النووي. أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في محافظة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، وفي حديث خاص مع أخبار الآن، يقول إن المخدرات باتت ثالث أكبر تجارة في العالم بعد النفط والسلاح، وبالتالي هي مصدر دخل كبير للمافيات والجماعات المسلحة التي يمتلك قسم كبير منها الحماية لأن لديها نفوذا في الدولة عبر الغطاء السياسي. وفي حديثه عن العراق في خارطة تلك التجارة البشعة يقول إن العراق بات معبرا للمخدرات من أفغانستان وإيران ثم دول الخليج، ويؤكد أن العراق بات يضم مصانع ومزارع للمخدرات. وأوضح أيضا أن المخدرات باتت تضرب ثلث الشباب العراقي لا سيما في الجامعات والمدارس والمراكز الترفيهية والكافيهات، وتحديدا في المحافظات الجنوبية مثل البصرة
جراء تفشي البطالة فيها، والتي تجاور 3 دول وهي إيران والسعودية والكويت، وهي معبر مهم للمخدرات باتجاه الخليج. وتعتبر محافظة ديالى الحدودية التي لمنظمة بدر برئاسة هادي العامري سلطة واسعة فيها، واحدة من أكثر الأماكن انتشارا للمخدرات في العراق. وتؤكد 3 مصادر مسؤولة رفيعة المستوى لأخبار الآن وجود 3 ممرات للتهريب من إيران إلى المحافظة، وهي ضمن مناطق ترلسا، تلهاوة، عيون جعفر، وتتم كذلك عبر أشخاص على خبرة ودراية في جغرافية الأرض وبعضهم معروف، وهؤلاء يمثلون شبكات محلية تنشط على الحدود بين إيران والعراق. كما أشارت المصادر إلى وجود 3 مافيات تهيمن على عالم المخدرات بين ديالى وكرمنشاه الإيرانية، 1 عراقية و2 إيرانيتان يديرهما شخص يدعى أبو سجاد، وهو شخص نافذ، وذلك الاسم هو متداول لكنه أشبه بالشبح، وهو على الأغلب مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. وتؤكد المصادر أن 20% من تجارة المخدرات في العراق تتم عبر ديالى، وتحول بعضها إلى الاستهلاك المحلي، ما أسهم في زيادة الإدمان في المحافظات بنسبة 13% وفقا للتقارير الأمنية غير المعلنة، والتي تتحاشى عن كشفها السلطات لتورط جهات ومسؤولين كبار في الفصائل المسلحة خصوصا في منظمة بدر فيها. وتوضح المصادر أن لدى إيران نفوذا قويا في معبري مندلي والمنذرية، من خلال سيطرتها على ما يعرف بالساحة الدولية التي من خلالها يجري التبادل ونقل البضائع، وهناك 4 فصائل مسلحة متورطة بتجارة المخدرات بشكل غير مباشر من خلال أشخاص يدعون الانتماء إلى منظمة بدر. وتقول المصادر أيضا أن 60% من المخدرات يجري تهريبها من الحدود عبر الطائرات المسيرة، التي يتمكن بعضها من حمل ما بين 20 إلى 30 كيلوغراما، إلى جانب الحمل التي تسير في المنخفضات بالإضافة إلى الشاحنات، لكن الأخيرة محدودة. وفي سوريا نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في سبتمبر العام 2022 تقريرا تحدث عن تصنيع المخدرات في سوريا من خلال ميليشيات إيرانية، وأكد أن تلك التجارة باتت دخلاً رئيسياً للميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، خصوصاً في دير الزور وتحديداً في منطقة غرب الفرات. وقد حدد التقرير مواقع 7 معامل لتصنيع المخدرات في المحافظة، تشرف عليها 8 ميليشيات كلها مدعومة من إيران. تتجاوز تحركات الحرس الثوري وميليشياته للمخدرات لتدخل في إطار الجريمة المنظمة، كما فعل زندشتي المقرب من الحرس الثوري والذي ألقي القبض عليه في تركيا بتهم عديدة، منها الخطف والتخطيط للقتل، لكن أفرج عنه بشكل مفاجئ وعاد بالتالي إلى إيران. الأمر ذاته حدث في العديد من الدول لوكلاء يتبعون الحرس الثوري وينفذون أجندته المطلوبة، ما حول الحرس الثوري إلى عصابة ناركوس الجديدة في المنطقة، فهي تتبع الأساليب ذاتها التي اتبعها إسكوبار من قبل من خلال عمليات التهريب والتجارة وحتى إسكات الأصوات التي تلاحقه بالقتل والخطف. ومع ذلك يبقى الخطر الأكبر يحوم حول الشباب العراقي، والبيانات الرسمية العراقية توضح الكثير من اتساع تجارة وتعاطي المخدرات في العراق. ووفق وزارة الداخلية العراقية، فقد وصل عدد الملقى القبض عليهم بتلك التهم خلال العام 2023 فقط إلى أكثر من 17,000 متهم، بينهم 121 تاجراً أجنبياً. وللتوضيح تطلق الحكومة العراقية على الإيرانيين المتورطين تسمية الأجنبي، وذلك للتحايل على ذكر الجنسية الإيرانية والدخول بمشاكل مع طهران كما حصل هنا. آخر نشاط كان لمديرية العامة لمكافحة المخدرات ومديرية قيادة قوات الحدود، هو في حدودنا مع إيران ضبط مجموعة من تجار المخدرات وضبط محيازتهم 20 كيلوغرام. أيضا كان نشاط متميز جدا، إلقاء القبض على عصابة دولية مكونة من 5 أفراد، كان بينهم 3 هم من الأجانب و2 من العراقيون. أما عن كمية المخدرات التي تم ضبطها وصرحت عنها الوزارة، فقد وصلت إلى أكثر من 3 أطنان، بالإضافة إلى 15 طنا من المؤثرات العقلية. وتقول مصادر أخبار الآن أن الكميات التي لم تصرح عنها الوزارة تبلغ أضعاف تلك الأرقام. يوميا يطالعنا خصوصا الجهاز الأمن الوطني وأيضا المنافذ بالقبض على كثير من
المواطنين الإيرانيين الذين يدخلون إلى العراق وهم يحملون المخدرات، حتى كثير من النساء تضعها في أماكن حساسة من جسدها، ناهيك عن المليونيات التي كانت تأتي في زيارات الدينية للعراق وكان السيطرة عليها صعب جدا. الزيارة الأخيرة الأربعينية التي كانت دخلوا أكثر من 15 مليون بدون حتى أن يتم إدخالهم بصورة شرعية أو التدقيق من جوازاتهم، دخلوا أيضا حتى في عجلاتهم، وقد قيل بأن مقدار ما دخل معهم من مخدرات يقدر بالأطنان وليس بالكيلو غرامات. الزيارات الدينية منفذ، أيضا عمليات التهريب المتفنن فيها بالعجلات الآلاف التي تمر عبر المنافذ للتجارة، سواء العجلات الشاحنات التي تحمل الخضروات أو الفاكهة أو المواد الإنشائية إلى آخره، وجميعها تمر وبسهولة كبيرة من هذه المنافذ التي تفتقر في بعضها إلى أبسط أساليب الكشف والتحري عن هذه الآفة الكارثية. المخدرات لم تقتصر فقط على المدنيين في العراق، بل تسللت إلى القوات الأمنية، وذكر العديد من التقارير والإحصائيات عن تعاطي بعض العناصر من القوى الأمنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وذلك مؤشر خطير للغاية يطال منظومة الدولة بعدما طال منظومة المجتمع في العراق. ففي فحص سابق لوزارة الداخلية شمل 2000 عنصر أمن وضابط في الوزارة، تم الاشتباه بتعاطي 100 شخص منهم، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تنفيذ حملة فحص أكبر للمنتسبين إليها. ورغم عدم كشف الوزارة لأرقام وبيانات جديدة، لكن وجود 100 عنصر بين من تم فحصهم يعتبر رقما كبيرا ويعطي مؤشرا سلبيا وخطيرا على انتشار المخدرات في البلاد. سجد الجبوري الصحفية العراقية، نحن نعمل على هذا الملف تقريبا سويا منذ أكثر من 4 أشهر. نعم. في البداية تعليقك على التحقيق المفصل الذي نعمل عليه اليوم والوضع الذي وصلنا إليه في العراق جراء المخدرات. بعد ترحب بك مجددا زميلي وسيم وبالمشاهدين، فعلا بالتأكيد اطلعت على التقرير، يعني أنا برأيي بصراحة بكل واقعية هو تقرير مفصل جدا ومتكامل، تحدث في البداية عن كأنما هي يعني قصة تتحدث عن أنه كيف يتم التهريب وما هي الأسباب التي دفعت العراق أنه يكون أساسا معبر رئيسي للمخدرات بعد أن كان ممرا عابرا إن صح التعبير، ولم يكن رئيسي سابقا ولم يكن أبدا مركزا، وما هي أهم المعابر التي يتم استغلالها، وأنه أهم نقطة تطرق لها التقرير برأيي هي وجود المعابر تسمى غير الشرعية أو الوهمية إلى جانب المعابر الرسمية. نعم. بالتأكيد لكل دولة يعني أكثر من معبر. نعم. أي خاصة مع الدول المجاورة مثل إيران لدينا أكثر من حدود تفصلنا معها. صحيح. لكن التهريب في أغلب الأحيان لا يتم مع المعابر الرئيسية أو الرسمية، وإنما هناك معبر إلى جانبه يكون هو معبر يعني متواضع قد لا يراه أي شخص بأنه هو أساساً معبر، لكن يتم عن طريقة تهريب واستلام هذه المخدرات. سجد، استوقفنا خلال هذا التحقيق المفصل الذي يعني عملنا عليه منذ أكثر من 4 أشهر أن عبارة الأرجنتين ناركوس، عصابة ناركوس التي اليوم يتم تشبيه عصابة ناركوس المنطقة العربية بعصابة ناركوس بابلو إسكوبار. فلفتنا أنه اليوم التعبير الأرجنتين المجاور للعراق، هذا التعبير الذي يستخدمه العراقيون كنيك نيم بالضبط. يستخدمه السياسيون العراقيون اليوم للتحايل على كي لا يقولوا أنه إيران هي من لها السبب الرئيسي. إلى أي مدى تسطو إيران اليوم على القرار العراقي، وإلى أي مدى يساهم موضوع المخدرات إغراق العراق بالمخدرات بالسطوة على العراق أكثر؟ هو يعني هي مسيطرة بحسب تقارير، يعني ليست فقط عربية وإنما غربية، أنه إيران مسيطرة لدرجة أنه رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي لم يجرؤ على ذكر أنه المخدرات تأتينا من إيران، علما أنه هذه القضية
قضية معروفة يعني من قبل الجانب الإيراني والجانب العراقي، ويعني أصبحت حتى نكتة يتداولها العراقيون عندما قال بأنه تأتينا عن طريق الأرجنتين، يعني هو وصل إلى الأرجنتين ولكن لم يذكر إيران أبدا. فهذه كما قلت لك أنه يستخدموها لنكتة، يعني حتى مثلا إذا كان هناك عراقي يتخوف من ذكر كلمة إيران يقولون بسبب الأرجنتين، حتى ليس فقط على موضوع المخدرات وإنما أي موضوع، لأن تعلم أنه التداخل والتشابك كبير بالعلاقة بين العراق وإيران في الملف السياسي الاقتصادي وحتى موضوع المخدرات. حتى أنا ذكرنا في هذا الوثائق أن العراق المخطوف، إلى أي مدى يعتبر العراق مخطوفا اليوم سجد في ظل هذه السطوة؟ يعني القرار ليس بيد العراقيين، الثروات ربما يعني تسيطر عليها أو هي بمتناول الإيرانيين، إلى أي مدى حتى بالضربة على باكستان إيران العراق تلقى العديد من الضربات ولكن لم يكن هناك أي تحرك، إلى أي مدى العراق مخطوف؟ هي هذه الفكرة، ليس فقط في موضوع المخدرات، العراق غير مسيطر على حدوده وإنما هو أساسا غير مسيطر على ملفه وعلى أدواته، رغم أنه العراق يمتلك أدوات جدا مهمة من الممكن أن يفاوض ويقسو بها، ليس فقط على إيران، على أي دولة تعتدي، خاصة إذا تحدثنا اقتصاديا موضوع النفط موضوع الغاز. بالنهاية العراق يعتبر متنفس لإيران بسبب العقوبات، لأن العراق غير معاقب لا دوليا ولا أمميا. كل هذه الأوراق يمكن للعراق أن يستخدمها وليحافظ على سيادته، وبالنهاية هذا الموضوع يعني مباح، أنه المفاوضة والمسايسة وفرض الأوراق والشروط ما بين الدول، وهذا ما قامت به باكستان، لذلك الكثير من العراقيين رحبوا بما قامت به باكستان، ليس لأنها قصفت الداخل الإيراني وإنما هي لأنه ردت بطريقة تعتبر العين بالعين كما وتوازي الفعل الأساسي، كانت هي ردة الفعل. مع ذلك يعتبر الموقف العراقي هذه المرة هو أفضل من المواقف السابقة، رفضوا الاستهدافات التي قامت بها إيران، قالوا بأنه لم يكن هناك أي مراكز للموساد، وما العائلة التي قتلت عائلة بريئة هي لرجل أعمال كردي، فبالتالي أنه رفضوا تماما هذه الادعاءات الإيرانية، وهذا الموضوع أصلا أحدث ضجة ما بين الميليشيات والفصائل، لأنهم صدموا بتصريح السوداني ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرج، لأن يعتبرونهم جزء منهم، فبالتالي كيف أنا أتيت بك للمنصب وأنت الآن تتمرد علي وتتهم من أتى بك للمنصب، فهذا أساسا لبحد ذاته كان مفاجئ بصراحة. سجد، اليوم المخدرات، بما أننا نتحدث عن المخدرات وكما ذكرت أن العراق ليس فقط يعني معني بملف المخدرات فقط، الكثير من الملفات كما دول عربية أخرى لا سيما اليمن أو لبنان يعني مرتبط ارتباطا واضح بإيران ومتأثر بما تفرضه إيران عليهم، هم يعترفون صراحة بذلك صراحة بالصحيح، ولكن إلى أي مدى اليوم ساهمت المخدرات في تغييب العقل العراقي الشباب العراقي، وكيف ترين المرحلة المستقبلية؟ يعني إذا كانت يتم تغييب الشباب العراقي وأدمغتهم كيف سيكون المستقبل؟ شوف يعني استمعت لتقرير لأحد المختصين التربويين يقولون بأنه خلال يعني كفيلة مدة 20 سنة تقريبا، عقدين من الزمن، لتدمير جيل. أيا كان هذا الجيل، ليس فقط في العراق، ونتحدث بصورة عامة. نحن نتحدث على مدار 20 سنة، التعليم في أسوأ حالات مقارنة بالتعليم ومستوى التعليم سابقا في العراق، وموضوع المخدرات، يعني هم يحاصرون الشباب من كل الاتجاهات والنواحي، فبالتالي بالتأكيد سيتم إنتاج جيل غير متعلم، لا يفقه بأولوياته حتى هو كمواطن عراقي، وبالتالي غير متعلم يعني يلجأ إلى الأساليب الأخرى ليحصل على الأموال وإلى آخره، فبالتالي مسيطرة بشكل أو بآخر، يعني تحكم قبضتها على العراق. هذا هو الخطر الأكبر، ربما تدمير البنية البشرية والاجتماعية، أهم من البنية التحتية، وللأسف نحن حتى البنية التحتية تم تدميرها على مدار العقدين الماضيين، إذا قارناه بالسنوات التي سبقت ما يسمى بالتغيير وتغيير نظام الحكم. سجد، سؤال أخير، أنت منغمسة جدا بالسياسة وتفاصيل السياسة العراقية ومتابعة عن قرب لما يجري في العراق، اليوم إذا سألتك ربما كصحفية عراقية كمواطنة عراقية كمتابعة كمراقبة، برأيك ما هو الحل
أو ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها أو القيام بها من أجل الوصول إلى الحل لعراق سليم بشباب سليم يبني مستقبل العراق؟ ما هو الحل؟ ما هي الخطوة؟ الحل أو أنا برأيي أول خطوة هي استقلالية القرار العراقي، أن يتم وضع الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة ويكون ولأهم للعراق تماماً، لا لإيران ولا حتى لأي دولة أخرى، وتكون لديهم الأدوات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات. يعني بعض المسؤولين العراقيين حتى وإن كانت النوايا صادقة بإبعاد العراق عن إيران أو عن هذه التدخلات الخارجية، الآخرين يضغطون عليه بشكل سلبي، فبالتالي يضطر أما يستقيل أما يستجيب لرغباته أو يكون مصيره ربما الاختيار. بالضبط، كما حدث مثلا مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، يعني كانت له محاولة اغتيال وتهديد وإلى آخره من ميليشيات. فيجب أن تكون الأدوات، يعني بالنهاية إذا لم تكن أدواتك جيدة لن يكون المنتج جيد، يعني الأدوات بالتوازي مع الحصانة والولاء الحقيقي للعراق. وتمكين أي مسؤول عراقي فعلا إذا كانت غايته هو خدمة العراق، هذه أهم خطوة. بعد ذلك يستطيعون يعني تدمير كل هذه الخطط التي هي ضد العراق والسيادة العراقية، سواء بملف المخدرات أو غير ملف. ما هو حجم الأمل لديك في أن يصبح العراق فعلا كما تتمنين وكما يتمنى الشعب العراقي، أو كما يفترض أن يكون العراق من أجل شعبه وشبابه؟ يعني كنت متفائلة بصراحة، يعني كمتابعة حتى قبل، يعني لا أتحدث كصحفية، لكن للأسف الآن الميليشيات تحكم قبضتها على، يعني هي الدولة ولا دولة، يعني للأسف الآن هي دولة والدويلة، والدويلة هي تتصدر المشهد السياسي، وبنفس الوقت أذرعها المسلحة تهدد الدولة، مع العلم هي أساساً الدولة تتحكم بالمشاريع الاستثمارية، يعني أصبحوا رجال أعمال أغنياء. يعني أرى بأن الوضع أما يتغير بشكل كامل أو يبقى على ما هو عليه، وبالنهاية الوضع يكون سلبي للأسف. هذا عملية ليست عملية منفردة، تبدأ بتعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية مع الدولة بشكل عام، تبدأ بمسك الحدود بقوة، تجديد الرقابة ليس على المنافذ الحدودية الرسمية فقط، وإنما بإخراج دوريات ونصب الكمائن الآلية والراجلة، هذه من ناحية الحدود. أيضا التوعية الفكرية للمواطن والمساعدة معه والتعاون بالإبلاغ عن المروجين والمتعاطين وتجار هذه الآفة القوية. المهم الأكبر من كل هذا هي صدور قوانين رادعة قوية جدا، إعادة عقوبة الإعدام بشكل قوي جدا للمتعاطي والتاجر والناقل وأيضا المروج، كل هؤلاء يجب أن ينال منهم القانون عقوبة شديدة جدا. أيضا حتى في قضايا التعيين، في سواء في الأجهزة الأمنية أو الوظائف المدنية، يجب أن يخضع الموظف إلى فحص دقيق من ناحية هذه المخدرات.